القضاء سلطة مستقلة، والمادة 47 من الدستور واضحة بتحديد السلطات. فالجهة السياسية، أي جهة سياسية تطلب من القضاء أو من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، لا يمكن لأي جهة أن تضع شروط محددة. وأنا أعتقد يعني سماحته كان يقصد الطلب من القضاء وليس وضع شروط. لا يمكن أن جهة أن تستخدم أسلوب وضع الشرائط. اليوم إحنا كليتنا في وطن واحد وشعب واحد، وبالتالي هذه النزاعات قد تؤدي إلى دماء، وبالتالي يجب الكل أن يكون بمستوى الحكمة والعقلانية في مواجهة هذا الظرف الصعب. ماذا يريد؟ نجلس ونتحاور للوصول إلى ماذا يريد. هذه هي السياسة. يعني أكو مثل من إحنا وصغار يقول لك سايس الإنسان أو سايس الطفل، عذرا من هذه الكلمة. إذا المسايسة هي أساس العمل، والحل عبر الحوار. ممكن السيد المالكي يسايس السيد مقتدر؟ السيد المالكي أنا من خلال معلوماتي مفتوح قلبا وإرادة في أي اجتماع ولأي طاولة حوار، وأنا معلوماتي أرسل الكثير من الوفود والكثير من رجال الدين للجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الفرقاء ومع سماحته أيضا.